ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال مقابلة لها مع الإعلامية السعودية لوجين عمران. وظهر في الفيديو قصرها الذي تقطنه، وهو الذي استحوذ على اهتمام المتابعين بسبب مساحته الكبيرة وفخامة أثاثه واحتوائه على العديد من الحجرات والمجالس المصممة على نمط العصر الفكتوري، بالإضافة إلى تنوع الأثاث الموجود في القصر ما بين اللمسات العربية والغربية. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو وتفاعلوا بشكل كبير معه، وانقسمت آراؤهم، فبعضهم علق على سوء اختيار الأثاث والديكورات، معتبرين أن القصر غير عصري بالرغم من فخامته، فيما انبهر آخرون بالقصر وديكوراته. وجاء في التعليقات: مو لأن ذوقكم منافس ذوقها يعني حتشتري أي شيء، متأكدة لو هي ما أعجبها بيتها بهذا الشكل بتغير الأساس، بس واضح عجبها، وعاد كل واحد هو وذوقه، ما في داعي للطقطقة، وبالنهاية هي اللي تعيش بالبيت مو انتم. وقالت احدى المتابعات مدافعة عن قصر احلام: صح انه هو مش ذوقي، انا ما حسوي كذا، بس احسها كأنها معتمدة ستايل على انه يكون زي حق قصص الاساطير اللي معتمدة الفخامة بس، عكس موضة اليومين. وكتبت فتاة اخرى: هي واحدة من اثنين، يا انه يكون عندك فلوس وذوقك خايس، او يكون عندك ذوق وتكون فقير، عادي انت اختار. وعلقت متابعة اخرى: البيت حلو بس يبي احد يعدل الديكورات والاثاث والالوان. تعتبر احلام شخصية جدلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما كانت عرضة للانتقادات بسبب كثرة تفاخرها، ولقب الملكة الذي أطلقته على نفسها جعلها عرضة لسخرية الناشطين. وكانت أيضا قد غردت سابقا على حسابها الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب اقتراب موعد عرض الموسم الثاني من برنامج المسابقات الغنائي أرب آيدل، منهية جملتها بانتظروا السلطانة، الأمر الذي جعل بعض المغردين يقارنون بينها وبين السلطانة هيام بطلة المسلسل التركي حريم السلطان، فيما سخر البعض الآخر من تغريدتها. أما معجبيها فقاموا بإبداء إعجابهم على اللقب الجديد السلطانة.